يبقى بقالنا 10 بنخلي بالنا كويس. ها؟ اللي زعلان مع مراته، واللي زعلان مع ابوه ومع امه ومع اخواته ومع قرايبه، اللي في بيه ومين تاني شحناه وبطاله، اللي مزعل جاره، اللي مزعل بلده منه، اللي مزعل ربنا منه، اللي عاص ربنا وعاص رسول الله، اللي الصحابه زعلانين منه في الايام دي، يرجع تاني في الايام الحلوه دي. اللي بينه وبين اخوه اي شيء ينساه في الايام الحلوه دي. يبقى هنا الايام العشر الاول من ذي الحجه خلي بالنا كويس منها. نرى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: العمر الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. يا بخت اللي راح يحج بيت ربنا، يا بخت اللي راح يطوف حوالين الكعبه ويتضلع بالماء زمزم. يا سلام على النعمه وربنا كتبها لك. ابتدي ربنا بقى وانت رايح وانت هناك، ولما تيجي يا بختيك اللي ربنا اداهولك، حاول ان انت تحافظ عليه. حاول. يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: اكل عام يا رسول الله؟ فسكت الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، انما هلك من كان قبلكم باختلافهم او بكثره سؤالهم لانبيائهم واختلافهم على انبيائهم. انا تربصتكم خلاص، انا قلت ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا مره واحده بس. عمال يقول اكل عام اكل عام اكل عام. النبي صلى الله عليه وسلم سكت. قال: لو قلت نعم لوجبت، اي لو فرض عليكم الحج كل عام ومش هتقدروا ولا ما استطعتوا، لكن طالما سبتكم خلاص ما تسالونيش وما تكتروش السؤال عليا. لان الامم السابقه هلك الجيل بكثره الاسئله، لان كل دايما كانوا يسالوا لك، يسالوا ويسالوا 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 ويختلفوا معه. يا ريتهم يسالوا الانبياء ويتفقوا معهم، ده بيسالوا ويختلفوا. فماذا ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بايه؟ بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. يعني اللي قلت لكم اعملوه، اللي تقدروا تعملوه اعملوه. وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه. انما اللي قلت لكم ما تعملوش ما تعملوهوش. ليه؟ لان ده مرض. طالما عايز اقول لكم ابعد عن المرض ابعد. لكن لو قلت لكم كل حاجه انت تاكل وخلاص، صلوا وصوموا واعملوا كذا وكذا واعمل على جديك. فشوف التيسير في الاسلام. وانظر الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول عندما سئل: اي العمل افضل يا رسول الله؟ قال: ايمان بالله ورسوله. قيل: ثم اي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم اي؟ قال: حج مبرور. يبقى نخلي بالنا. نسأل الله جل في علاه أن يكتبنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادعوا الله في السر وأنتم مؤمنون.